صباح الخير، اليوم سوف ندرس مادة التربية للصف الخامس الأساسي، المحور الثاني، الدرس السادس. أشارك في تنظيم موازنة الأسرة وألتزم بتنفيذها. الصفحات 34-35. والآن سنبدأ بعرض الأهداف. يجب علينا معرفة واقع الأسرة الاقتصادي، أي إمكانيات الأسرة الاقتصادية من مدخول ومصروف، وعلينا تحديد الإنفاق من خلال موازنة الأسرة واكتشاف أهمية المشاركة في تنظيم موازنة الأسرة، أي التقيد بما ورد بالموازنة، والنفقات هي المصاريف. نرى في المستند رقم 1 الأسرة تضع جدولاً للموازنة، أي لتنظم بين المدخول والمصروف، وفي المستند رقم 2 الالتزام بمضمونها، ونرى أن المدخول هو الراتب، التجارة، الفوائد، والساعات الإضافية، والمصروف هو المأكل، الملبس، المواصلات، الطبابة، المدارس. كان مجموع المدخول هو 700,000 ليرة لبنانية، بينما المصروف كان مجموعه 600,000 ليرة لبنانية. نرى هنا أن الأسرة قد وفرت 100,000 ليرة لبنانية في بين مدخولها وبين مصروفها. سنبدأ بقراءة النص. موازنة الأسرة. في مساء اليوم الأخير من الشهر، جلست عائلة فادي حول الطاولة لمراجعة الكميات المستهلكة والتوفير خلال الشهر، ولتنظيم موازنة الأسرة للشهر اللاحق. أخذ الوالدان يوازنان بين المدخول والمصروف، ويتحدثان عن الحاجات الأساسية، فهناك مبلغ للإيجار وآخر للمأكل والمشرب وتكاليف المدرسة والطبيب والمصاريف الطارئة. ماذا يعني مبلغ المصاريف الطارئة؟ سأل فادي. مبلغ للمصاريف غير المتوقع، كتصليع عطل طارئ في السيارة مثلاً، قالت الأم. وماذا تعني كلمة حاجات أساسية؟ سأل فادي. حاجات لا غنى عنها كالطعام والشراب، قال الأب. أنهى الوالدان جمع الأرقام وقامت الأم لتحضير العشاء. نظر فادي إلى أخته مسروراً وقال: لابد من تنظيم الإنفاق حتى لا تقع الأسرة في عجز مالي. إذن نرى في هذا النص أن علينا دائماً تنظيم بين المصروف وبين المدخول، ووضع لائحة لتنظيم المصروف حتى لا نقع في عجز مالي. من خلال هذا النص نرى أن المشاركة مع الأسرة في تنظيم الموازنة هي مشاركة في المسؤولية، ونتعلم كيف ننظم المصروف مع أهلنا، ونلتزم بمضمون موازنة الأسرة، فلا نتعدى المبلغ المخصص للإنفاق. إذن لدينا للحفظ مفردات وتعابير: واقع الأسرة الاقتصادي، إمكانيات الأسرة الاقتصادية من مدخول ومصروف، الالتزام بالموازنة، التقيد بما ورد فيها، النفقات، المصاريف. وأيضاً لدينا للحفظ ماذا أفعل؟ المشاركة مع الأسرة في تنظيم الموازنة مشاركة في المسؤولية. أتعلم
كيف أنظم مع أهلي موازنة الأسرة؟ ألتزم بمضمون موازنة الأسرة فلا أتعدى المبلغ المخصص للإنفاق.